vetesi umu na wa taala onu nya na mene vetesi umu ke ani ojo na rona ozi ani na ba onye na anani jada do cho ya moni do ka ka enyo ne re ere ya na enyo ne re ya kulo ani na ba ona anai ka ora dola ni jada ani na ba anai ka only certificate anani ai is a graduate or is a doctor or is a professor apa oluku then ana ka anu me o moni no na ri ya o ro me ni an ko le ya beta o le mo o mo dan le gola ka e ji akida o na na wallahi a be ta ka ona wa do ni ko ni san to yi akida le le ka e ka le ka na ya blood pressure ka na sa sa le ko an ni tu wa do mo na wa ta ara o re o moni no ana ko a ti ko le then ro akida go ra anya o na omonona wataala oye sanai ka oye samadetis eva ni oye kugune kune ele neta akomona wataala otuna ho aho ahuna weva ni oye ne henne akomori tuna ho ina eva ni o weuna wa akwa luna wa akomona wataala oye apiuna hatona no aya ole monona wasenu be sanai ka o me ko ya makiyama omori ona jalla jalalu ononyaye abisa sabe ena na ka no me do e kan mono wa se mere no monona wataala ori ya hemo na wataala
ọnụ nyụkata ọyịmanụ mee ebe ọlara abalị kere egwunyere ịlụ mori ọnụgoli ire yaremụnụ na ọtara omori ọnụnawa ụzọ nọọdọkụọ ịdị adịọ alahụma fena belislami kọ emen wa fena belislami kọ ịda wa fena belislami rọkịda ولا تزمد بنا عدوا ولا حسيدا نسأل الله أن يذلي شبابنا نسأل الله أن يذلي شبابنا ونعوذ بالله من شرور المفسدين ونسأل الله أن يقوي دولة الإسلام وينصرنا على كل من يعادينا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كيد أعداء الدين اللهم من أراد المسلمين سيفا رد كيدهم عليهم اللهم من أراد المسلمين سيفا وأذلهم في نفسه حتى ينسانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استجب دعاءنا واسم مرضانا وارحم موتانا وهلك أعداءنا ولا تهي فيك رجاءنا واهتم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعلت فهو منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلوا عباد الله وسلموا على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله عليه افضل السلام واتم التسليم قوموا الى صلاتكم يرحمكم الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شرور سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أجارني وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلنا في الجمعة الماضية إن العقيدة أولا لأن سعادة العبد في الحياة الدنيا تتوقف على عقيدة صحيحة ونقول إن شاء الله تعالى في هذا اليوم العقيدة أولا لأن سعادة العبد والنجاة في دار الآخرة أيضا تتوقف على عقيدة صحيحة عباد الله حديثنا إليكم في هذا اليوم عن أثر العقيدة الصحيحة على العبد في دار الآخرة ليتبين لكم يا أمة الإسلام أن سعادة العبد في الحياة الدنيا والآخرة تتوقف على عقيدة الصحيحة والحياة الآخرة للعبد تبدأ من الموت وحتى يسكن إما في الجنة وإما في النار إخوة الإسلام تعالوا وانظروا إلى عقيدة صحيحة ماذا تفعل بأصحابها عند الموت يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار أي من مات على توحيد بعقيدة صحيحة دخل الجنة ومن مات يشرك بالله أي من مات على الشرك بعقيدة فاسدة دخل النار فأصاب العقيدة الصحيحة إذا نزل بهم الموت نظرت عليهم الملائكة من السماء تبشرهم بجنة أرض والسماوات والأرض تقول لهم لا تخافوا ولا تهزنوا كما أمر بذلك ربنا جل وعلا في كتابه فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنات التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما ترجعون نزلا من غفور رحيم هؤلاء هم أصحاب العقيدة الصحيحة تتنزل عليهم الملائكة عند سكرات الموت وهم الذين يثبتوهم ربهم بالقول الثابت فيخرجون من الدنيا وهم يقولون لا إله إلا الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة أي من نطق بالله إله إلا الله عقيدة صحيحة ومات على ذلك دخل الجنة أما أصاب العقيدة فاسدة فإذا نظر بساحتهم الموت نظرت عليهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولا يستطيعون
أبدا مهما كانوا أن يكونوا عند سكرات الموت لا إله إلا الله، لأن كلمة التوحيد لا تخرج من فم مشرك إلا أن يكون قد قالها في حياته واعتقدها في قلبه وعملت بها جوارحه قبل موته. فهذا فرعون عليه لعنة الله ملأ الأرض فسادا وقال للناس أنا ربكم الأعلى، فلما أدركه الغرق حول المجرم أن يقول لا إله إلا الله لينجو من عذاب الله، ولكن هل تخرج كلمة التوحيد من فم الكفرة عند الموت؟ قال تعالى عنه وجولنا ببني إسرائيل وجولنا ببني إسرائيل البحر فأتباهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الموت حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأن من المسلمين. يريد أن يأتيكم باللفظ الجلالة ولكنه لا يهرب بفهم الكفرة، فالله عز وجل رد عليه توبة الكاذبة وقال له الآن وقد أسيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم نناجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فكم من مشرك وكم من كافر خرج من الدنيا أمامنا وهو لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله. إذن فالعقيدة أولا يخرج المرء من الدنيا على لا إله إلا الله. إخوة الإسلام انظروا إلى عقيدة وأثرها على صاحبها في القبر. فالإنسان إذا خرج من هذه الدنيا وحمل على الأعناق ووضع في قبره وأهل عليه التراب جاءه الملكان شديد الانتهاك فينتهرانه ويجالسانه ويقولان له من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فصاحب العقيدة الصحيحة إنما يقولان له من ربك يقول ربي الله، ما دينك يقول دين الإسلام، ماذا نقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول هو محمد رسول الله. نعم ينجح في الامتحان الصعب وهو امتحان شديد أثيم، لا ينجح فيه إلا من مات على لا إله إلا الله قالها باللسان واعتقدها بقلبه وعملت بها جوارحه. أما صاحب العقيدة الفاسدة الذي ما نطق لسانه بلا إله إلا الله أو نطق وما اعتقد بها كالمنافقين وما عمل جوارحه بلا إله إلا الله، إذا وضع في قبره يقال له من ربك يقول ها لا أدري، ما دينك يقول ها لا أدري، ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم يقول ها لا أدري، أنسيت الشاعر الذي كان إذا سئل قال لا أدري؟ وكذلك أمثاله. إذا دخلوا القبر وسئلوا قالوا لا أدري لا يعرفوا، وكيف يدري وهو طوال حياته يركض وراء الدنيا وبالليل يقف على المفسدين ما نام ليلة يبكي لله ما أمطرت يده مرة لله ما عرف ربه يوما ألهته الدنيا وبرته حتى نظر عليه الموت ودخل القبر وسئل فأنفق في الامتحان. أمة الإسلام أردتم كيف ترجعون في الامتحان في القبر؟ إنها عقيدة أولا. وانظروا يا عباد الله يوم القيامة وأنتم في الأرض المحشر كفاة غراة غرا أجسامكم عارية أبصاركم خاطئة قلوبكم واجفة الشمس على الرؤوس والعرق يسير إنها تتطير الصوفة فأخذوا بيمينه وأخذ بشماله أتدرون من الذي يأخذ كتابه بيمينه؟ أتدرون من الذي يأخذ كتابه بيمينه؟ إنه صاحب العقيدة الصحيحة. اقرأوا كتاب ربكم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
اني اعتقد اني ملاك حسابيا، اعتقد اني واجب بين يدي الله تعالى. اما صاحب العقيده الفاسده فياخذ كتابه بشماله، قال تعالى: واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادر ما حسابها يا ليتها كانت القاضيه، ما اغنى عني ماليا، هلك عني سلطانيا، خذوه فكلوه، ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسله ذروها 70 ذراعا فاسلكوا، انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهون حميم ولا طعام الا من غفلين لا ياكله الا الخاطئون. كان في الدنيا لا يدري ما الحساب ولا جزاء، يقول ايانا يوم القيامه. عقيده فاسده. عباد الله، العقيدة أولا لأنها صعب لمغفرة الذنوب. يقول ربنا جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أي أن الله لا يغفر لصاحب العقيدة الفاسدة أبدا. تدعو غير الله في الدنيا وتنتظر أن يغفر الله لك في الآخرة، تستغيث بغير الله في الدنيا وترجو أن يغفر الله لك يوم القيامة، تتوكل على غير الله في الدنيا وتتمنى أن يغفر الله لك يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا حديث أخرجه الإمام الترمذي. أي إذا دعوت فادعو الله. وهذه عقيدة، فإن المؤمن يعتقد أنه لا يغفر الذنوب إلى الله. أي لو آتيتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يقول صلى الله عليه وسلم: يصاب بالرجل من امتي يوم القيامه على رؤوس الحرائق، فينشر له 99 صدرا كل سجل مد البصر، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: اظلمك كاتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. ثم يقول: الك عذر؟ الك حسنات؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى ان لك عندنا حسنات، وانه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقه فيها: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقه؟ ما هذه السجلات؟ فيقول: انك لا تظلم. فتودع السجلات في كافه والبطاقه كافة، فتش السجلات وسقلت بالبطاقة. هذا حديث صحيح الألباني في صحيح الجامع الصغير. عقيدة يشهد الرجل أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله من قلبه، ما قالها كما قال المنافقون بألسنتهم ولم تستقر في قلوبهم. عباد الله، العقيدة الصحيحة مفتاح الجنة. لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح الجنة. العقيدة الصحيحة إخوة الإسلام، العقيدة الصحيحة صعب لسعادة العبد في الدنيا والآخرة. إذن لماذا عقيدة الأولى؟ فقد سمعتم في الجمعة الماضية واليوم أن سعادة العبد في الدنيا والآخرة بالعقيدة الصحيحة. وهذا الذي دفعنا أن نتكلم عن العقيدة. ولذلك إن شاء الله تعالى إن كان في عمر باقية نبدأ في الجمعة القادمة بالحديث عن العقيدة بالتفصيل، ليتبين وليعلم الجميع أن كثيرا من المسلمين وللأسف لا يعرفون عقيدة، ويقعون فيما حرم الله، ويقعون في الشرك بسبب الجهل بالعقيدة. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. الحمد لله الواحد الأحد الذي لم
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا قوم يا أنايك أما كأرد منو جمعة عادين يا كأرد جمعة بالحركة إسمع الله في أنايك مولينا أنا هكذا أنا يبقى سمع أقولك إلى صوت إلى هونون كنا جي التلفون إجوا لوني أكيد أنايك أكيد بورا يا كا عادين أوزم مولي Akida on the papa, Aboka, in an oil, in a foil, or in a toy hand, in an airport dilemma. And oil hand, a telephone of an idea, in a car, Akido Buru, Anaka, or Donnie. My Honor Nobody, in a car, in a only in a gym. On a way, seven is some seven as a man. Seven in a Anaka, or me, Anaka, or Donnie, Akido Buru, some may. Sakaratin mode, a year or a quarter, and over another Anaka,
إبليس نرفع الله عليه ولا يبي يجيب بيجي أنا بيا دام إنه ما هو كاي تام نحن نقول إنه ها هو ليه ما هو الملائكة الجيبيو إبليس نرفع الله عليه أنا أتبيرا إنيره لكعورة تام أبوكوا جي أكيد أتصوره أنا وأنا كأمور منا وتعالى أبي يبته أنا كأبوه يبته أنا بلا إله إلا الله أهون أنا نون لا كبير أكاك لا إله إلا الله ده محمد رسول الله Nato Muri sallallahu alaihi wasallam ona gake ona tono no anaika ele odile man moni e hono ona la ilaha illallah wa man yamma wa jamma ni karuga la ilaha illallah do man ba ile ko ona le allah bana no ona ona nato Muri sallallahu alaihi wasallam ok dahal janna ona no aba ona janna ya do tono no abi anaika ona ka la ilaha illallah ona me ko ona kidatu sahiha ya do sutile so ai ko ona wa ka aba ona janna أولا نايكا صاحب الأكيدة الفاسدة أولا نايكا أكيدة ديبيان الجن الجن ملك النور يوتي رتوى يوليكا ملايكا الميرتي يدربون وجوها ومدبارا يوليكا إجابة دوه يعني أنا أرق مكومي الملايكا جدا يساهم آيانا تيوكا أزاورا إنا أفيه أموا أولا نايكا أكيدة ديبيان الجن ملايكا الميرتي يوليكا سوى أترما And never no kata pa em ma so wole in the sacrament mo je a se na te je a pa pro ka ki la ilaha illallah aw ka o ti la kalimatu tawhid o ti la tawhid o ti la o do mo na wa taala ni ko nya aw ma to hun ni no na ka musili ga re e wo ka o ka ina honon do so ti na ina ya do mo ko re 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 e ga ga mo na wa ko re lo da ha ga re adana be fir'aun da na to allah alayhi anaika o lete fio fio lu dibe doka ela kae anaroku kumulala emawe o mori ya anaika ono ne ba hun eje okura muna ono mo kajina no o masore kono ka ke la ilaha illallah agodo ne o me kae ono ha hu no yo mori bona wa taala ama atire ono o le ba tu ndu le me kone ino anaika anaka mawa we no ma ta ta
inna Allah ruwa na mubayla so bewa ewa wa inna mwaba wa inna mubayla so asma ka fir'aun lamatullah alayhi ahmi na mubayla so ala na mfaki Allah ma ya na nama minu kumuli yemi yili akido kumukumi sebe ezaman yonna ifa onyo sebe ukwara nome sebe ifane yonna ifa onyo ilikuta awe lala ijo atumu na honon dara siya tila soza dasha ya ilikutane ijo ala kwilikuwa malaike wa anayika ebneka temu binya nibnu debe deba ibnu kwa deshoya ele evo no deya kayaka morobuka ele evo mulia wa madinuka sewa dinya wa mada zakodu fi hadha rojun alezi boi safiku so unia uka ini ojo la honon anayika e ina kana uni atuon ina kana uni akwa kwete so unia uka ini ya awa naika awa ni akidu ukumukumi ije amonika inu awo amma aboko ni akida sahiha fi hadhihi dunya domeka ame na muro dopas anani sa hora ake ona ka o sida ka woni tira sulla ila allah o ka ale yaran wa takadaha donya na dofu atina isana ya futina no wonon ewo ka ada ni niko ewo ka ada ni hela ewo ka ada ni igino jente dendana ka egambe won o mukolorele ere anaka o ka wo awura na ka akido dibi anenye ana ka ole wa ka ke la ilaha illallah ale ka o ka ama ko ka asma ki munabi ke re na me ni masa e me ka wa awa mere ka o ke ma ke man o mo ka la ilaha illallah e ja ra so tin ku ja yu ka lu lahu awa ka o ka e ma rabbu ka ne bara ya e jona do ka ha ha la adli ma e ta ba dinya do ki ha ha la adli tuna ka ino jona ro ana ka akwa ta na ka na ona tara ka he he ona e o ka ayo o ja no we hu na ana ka e ja ho si le do ka ona e do ka awo me be e wuri mi e ne e je ne e wuri kuta da ho se mko lu da adre la ya re do ka ona e e ne le ona ona nya sa a ma e a re mo na ka e ne a be ha o mo no me ne he ya ka do ro a dunia be lu ti do ona ne le ma be leil ene la ho ya kifu ala nuhidiyon ono so adu dae ka ukoro loi ogwe amason amason ayin ane ijira wo ozitu dofi da wale singur mota narewa ayato a wache na jira no li uud awali nasi mirele nye da ikono sura wana wache ole wa swara ila uko nya da wa sijuri li yungoli mwana wa taala e mutaye omoni na wa hama mwono yonan ama leka weha mwome ba ya tuju ila na ila ho e uri ila na ika kodoro wa jove sili na la anju ila na la kia kuna non ana e kada la ruka ko le ta ko ayo ru ko so ama re di so aka e de ke he ya jo bana jere mu le na wa je ngol le na ko ko da che ana ba ku no ba he le do mo ru bana wa taala o pa ya aka o mo ni na wa ma no me me ana ba mu ri aso bana wa taala ina ko ya ana ha mu ni e ho no do le ve ni ko lo isana hi so che de tu ya da mu ni ko ta da wo si le u si le na aka ọlọ́ọ̀bá ẹ̀kọ́nà bọ́ọ̀dà apá àsánẹ̀ dábàbí ká ámì rọ́ọ̀fì yẹni bójúlù òun yíyí ọ̀sẹ̀bọ̀n nàní. ọ̀rẹ́ mọ́tò náà wọ́n tààdà dọ́kàlù ha kò mọ́tò káfọ́ àtàzùn tó mọ́tò mọ́kọ́ ọ̀dẹ̀. ara àhàn ẹ̀ sábẹ̀ takasur jamu lamọ́à orí gbogbogbò pẹ̀sìkọ́wọ́nẹ́sọ̀n omonye ego kugare samete ibn adlan ona ga ke talat amalukum ake ogamba ne ya no ogamba no nyene ne ara abodo baba ohe ka ile kam ye itima manyala ye manyala ye o manya so ya ne rukmo kuma na pala go aka e oro e ke ne manu wala zde na ko sala ene ro ke na wale manu wala zde o mosa ene ro ka sala de ne me no kwa ọkà gbọ́bọ̀
وجددتم منازلكم من الدنيا أبوكم إلوكم أني مبرنة إلي يون دوا وروا أهدا دوني لكا خليب يؤليو بنون أهى أمان كتا يرون ذا يعني أمي بيو بي بارا فى ساسا لي أبوكو يا سمي أبوكا يه كوي ركوا أني مبرنة هنا وايكا وينو مي وي أمي أبني أهدا أوكي دامي كاي وطيبتم فيها ما عايشكم دامي كا بيس كوارا إهيو زوزا وطلزلتم فيها بتيمي تا دايكا ويس كوارا سا ويس كوارا سا إمني مهم أمنزو دارو أيكو ولينو لباس أتي أويتيرا رو أنا إكا أهلو نا إكا أولو دا أيكو دكا كتانا تيرا رو أنا لو دا بابا أنتو موري صلى الله عليه وسلم إني حديثي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم مولى صلى الله عليه وسلم فكلا يدخل الجنة من كان فيكم به مثقال ذرة من الكبر أرنا أرنا والجنة أرنا إكا آنيا إنايا إلكو كتن أنايا يقول جاو قال الرجل دو جنرانيا لك الرجل يحب أن يكون صوبه حسن الرجل يحب أن يكون صوبه حسنا ونامه حسنا أن يجنران أنا إكا أوزكا أنه يتلع لك أهلون نيتي تلي أقوار أرداء ميتتوا أدوان أولا قد أبطاه أدوان أولا أبيان أولي تماتي جدي سنتم ولي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إن الله جميل يحب الجماعة أمدنا وتعالى قولولا دولي سيسانا إكا أولولا أيبو ذكوي ساهي إلي بكتن ونو مويا كايلا بطر الحق وقمت الناس أنا أقول لك إذا دوا صار كان وجه دوا شيء ولا. So أنا كل شيء أرو أما ساي كاي أنا كفن دوا أني تميت بن أجلا أنا في أنا ما كاي كاي أساي كفن أنا كفن دوا يعني أنا يامن لك كأب نكون الدنيا بليك بس ما كاي إيه أنا ناكو هنن لك الله تعالى مون أنا كاو هبا ما هنن أنا الموت أمامكم إنسان أيوه أما أنا ياوي جاوني أولا تعلمون أنك هو هذا العين أن الملك الموت مؤكد بأجالكم كي ملك سوارا أو ناس ما هو نجلو وكاية وشيف ما هو مرة نوتا دوك لكي ولا يذهب منه من المدة الشيء إيبا نسمعك أو باجيها إنو ممعك آسوك ومين هم نوزيجا ولكل أمة أجل أبيرك بمبيم أنهم إذا جاء جلوم يجون هو لا يستحيلون ساعة ولا يستخدمون إذا أردت لك يسجون إذا إلا هي إكاية وما هو يتداه كبوكا ومدين يبا وصو يرم أنا مدعك أنني فيل أبوكا أما إلا هنان أنني لبا نموتين أما إلا هنان أنني لبا ما سوال إكاية إلا يوم ولي أنا دعني هكي أما ورتين هكي ما هوني الأمي إسلام وهي أرى مها إني كتا أنا به ريري أكيد أنا إكا أرجع ترى ديري أنا ريبي مولي أكو يوم القيامة وهاي إني إكا تنبا أنا كمود أنا وتعالى أبا مكاي آلا ذلك إني أهوزو إني أهو أهو إنا يعني ده ده جو جو وين يعني أتمنى أبا أهو إتولاو ده ده إتولاو ده لا يقول إنا أيا وديه مني yani awida mani kawe do goda soda yani edo na desi ne hala ni ne tu ikolo ate aba a eni mi tu ala ile ni eno mana ka we all corona na we na ka ro fo ko do mani ni la ala ni a da na ro ba le da na da na ro ba han wa ya ni eno be ana ka o wori o ba fi du ya ni ana na ka o ni akida ana ka akida na tinjima akida no lola e ba kilo di akida ba kilo to mori sala wala sala كان ينوى مولي انا ودا ريان امر انا وتعالى على ترى الله انا لا يكا اسكن يريد وري من انا متنا اوكي هو لو دا غا كاي دوني ني ويلي ويم كان ني بيبا ايو اذا ما انا له با اما كما لا يريد هنا ابي توي انا يكا اوري دي ني غام دو با اما مي غام دا بي ني هندوريكا او سي ريزو كان ما شورو يجني له هو في اسكن هو في كسان سيدانو كايا اما اورا انا يكا I'm exam what part? Every day for the dorm, Mrs. Yes, all about that. What is that today? What kind of teacher is there? And I want to do it for your years. That's it by the way. I cannot know your teacher. So, teacher, why men are teachers around a dorm?
Okay,
Omo ni na wa kani e yamba ato ije ba ruoka nasi
I'm not going to be able to do it.
ato mori tawa doko doko wa doke yuwa finun wane sabi ba kone an awana ita uru na ita ame vi na ita ina ewe na ita yoro maka kiri anaya ta hawa ene de ina ita ita ba kone baba ota ono ke ke yone dole emunu ne anode abdo hebe ne loke awana ita ye yi do tabi yore yi ewa mo kwa 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 aya wala yadri asahib rabbul alamin alayhi amradin alayhi aya umur mara wa taala anawe adare ni eh be dai nyoni na sabi ni na yo tamo ni ton be amare ta wo e ru ana unyel mo ni nyanta kwa be dafi sala ga ton ahadan tani anire e ta ana jo na wa dukatu e dole ne kono jere dafa amare رب الأحبة محمد وحبه أنا وإنا وعلى الأحبة أنا إتعودنا ونمي جارة أنا 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 ونكم ونمي جارة أنا 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 سنتم ونمي جارة لسالة نقول محمد أكيد إلا قوانا أنا إتعي أنا إتعي أساسا أنا إتعي نقول ونمي جارة لسالة إذو تيه إذو يتيه أنا نقول ونمي جارة لسالة محمد إتعطوا ميدا إتعي أعطوا ميدا نقول ونمي جارة لسالة ونقول نقول 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 ya fare oronya wa fare wa no dar ti ale ma sa e me do me le wole ele ma de ma ale ka da ka ye so da ya ka o ni jo la ti gboro la je lu bo lu wo eh a wa fa ye ju wa ku ya ale ma sa e ne ye le le be be a ka wa je le je a mo le fe be lo a ni je le je le me le ta ma ye me e wa ka bo ni wa ya ela me era na le le era na na le na kwa wa fu sa le na na le an ela me te yo me na na o mo ne te ga hi a e do na sa ba we le ka ye to le o no ku ya ba le ye le ti ha sa ba na a ki do no so na e a na le ka de na we na na ya me le ke mo pe le no ha ya mo da e pa na okay hale da watu na wakidatu na afana bidawa afana wakidai era waje na mona munya ule nyai na kila kundi nako wali ya jini aoka ayu ayi moko le hali kwa namba bidza unuka na afida watu na wakidatu na dawa ona ile akidai ahapo ile na mel afusina wa amwali na wa ablaina ala ono oni ono we kuni ehwe wada ya ara de ki dawa ya sacrifice life for dia sayo na e wa ma ndan wa anda we dey yes sir wallahi ibe ime ka ha ma wa ya be ba on we huni ogboni ya ni isi ya ya we do spend na to that cause oje ya ara de we sacrifice to that cause ana wi la falasa falasna musta'idin an nabiha bizarre one one and wallahi anyone is in danger anyone say ready for in for gold and silver waka wa here the way they be I have idea na roma na and roma na here why go na kudo hala mo pele no hala and what guy papa e mana aka hala la ya mo fi dawa tane agobe da sana baba ene dawa ona e ka obo wa kali general everybody heta we look at nyanya ngwele mpaboti wallahi ye bele mpaboti oy go imana ka angobi erana awoa asina chee ni no ayo no cha ho na we so na kwapo cha we so oy go angobi erana awoa asanye ubona ka e kuro ka ye da kan dije bele ye ya ni wadele wa yazunnu annahu deni lo kae yastatihu an yastamilana bi dirham wa dinar lo kae ala si dinar yiwa an dirham ya ya kae dum Allah si yiwa la mo la sha o je ya mane ko sala du pam na ya no ready to that en si sor woni aha ayego ono men lo ke ala anna do siyasa ya lamu na anna ha den lo kae elana e ka an ye dinene ene e ka ni me agora
من أجل ذلك قوم عايزون أن يسمعنا في المناسب وما أنا من لا شيء هنا بلا إن أي أعلى لا كاكا أنا أنا يو جنا ولا كسو يا رب أنا أنت أرجع ما ينام بيني جلاء أما أنا نهوا وأنا نهوا نهوا أنا وسوف أبغى أقول لك أي بس هو ما نجى this part of our leader يلا مبتني كسر you can listen to it all the time I'm not sure about Angelo. Now what you know, I am now. And I'm there, Salman and Pharisee. Roger Lord and Warda, Akada Mamed Dalam Mulle, the Rockful Ahiba, Muhammad or his boom. Yeah, or you know, only me like I, Elevon Misham, Muhammad only, if it is, and like I asked us, and we're not betting on. Well, how the Mutai, it's all over, Ahota, Ahova, another man, Onove, and Zama, Epoyama, Piyama. أنا به أنا فوق بين أهل الله أنا بعيد يا وجه مريض أنا ولا أدري أيوم مربين إلى الجنة أو إلى النار ما أقدر أنا وابه بابا مودا مكاي أسمى دا أنا الجنة أبينا أسمان يعني ده سؤال أني كا أبا يتني أكيد أنا نايكا أنا كوي أنا أنا سأهرب هون أنا أكيد akidatu sahiha akidu bono anayka aani tarpa sana nan anasana yka aoto yuwa ini ayikare akidatu sahiha agawa urdo muliye dana weka umwae kwa yuwa iwe nima ini juma dana we ayikare ini akida ini eha ayikare yani weka waba iya ka eha yan amemea agwido ule ito he da bolo he ka aura uru nukwa muli kato diri keme Enaya sabi akida de awon sana kai omo bona wata ala omi haram de awon sana kai iso babe teme aboka enene armoye ene akida amare kai awroka enedo kepiwa de omo bona wata ala ono tinya kida da ke ala ya omo bona ko ono tinya kida je amen omo bona wa akuru ho iso no final ana ta ono be ada ana ko ko moni sala ala salam awase Asebu wa aniyana wa umunado sube baya suri. Amin. Ida humo mwana wa taala. Ano nyamba, umunado nyamba. Ida humo ni umone ina nguwele eka mwana. Kosu koli yazo. Edo wapu wapu ine ingi arda ya. Waye, ayo yuwe. Ete mwana uli yesu, edu jima nukei. Ado, anawa, anawa. Ama sema wane kuwa wae, bisabi zunobi na. Ako ibe, eh ya mele yu video. In fact, ahani sobo na zema me, ane bilo me. Ena vile kaka e ozonya mwora. Ena rura eke lena mwora. Ewa jia himunyira. Ehiyana ya teke mpanta. Vini dukani brate churro. Kaa wala sinima jobe. Otu sara. Ya humo tona wata. Ala omori. Nawa vivu ne a besa enen. Nawa ho buzwi anayika e ulega. Nawa inyona nguitu hete. Nawa inyona waka hete. Ya humo tona wata. Ala onanu kata manye. Nimona doa fukata noa vya seme. Jira hemo tona wa taala umuli nawa azai anala doi jai anu sanon umuli anduwa mayamba ewa ene naina nengoro datuwa ewa ene naina noiza mitura tuwa ewa ene naina nengkata siyoko de washa doi lasa ewa jira hemo tona wa taala hili isu ayikatili sudo no anaboro kono tu umuli sada alesada kono la zetada kuwa anna haza sirati mustakima patabiyo kutunu ulami sasa ane jira hemo tona wa taala jasi ya taa katili sudo no asha vitaina sana أسأل الله أن يهينا على عقيدة الطهيرة وأن يميتنا عليها
وأن يرزقنا التوفيق والسداد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كيد أعداء الدين. اللهم من على المسلمين سيف رد كيدهم عليهم. اللهم من على المسلمين سيف أرجله في نفسه متى ينسانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أحي بلادك الميت ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم تركنا بابا ووقفنا أمام حجابك. اللهم إنا نستغيثك فاغثنا. اللهم إنا نستغيثك فاغثنا. إنه لا يغيثنا إلا أنت ولا يرحمنا إلا أنت. فأنت ربنا ومولانا وأنت نصيرنا ورازقنا. اللهم ارزق مساكين واغثهم. اللهم ارحم اليتامى والارامل والأدامى. اللهم ارحم الاطفال الرضيع والشيوخ الرفاء يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك غيثا مغيثا مريئا نافعا غير دار. اللهم مطر الرحمه لا مطر العذاب. اللهم انا نسالك ان تسقينا وتنزل المطر علينا. اللهم ان ترحمنا فمن يرحمنا وان تغيثنا فمن يغيثنا. اللهم جفت الاباء وقلت المياه في الارض فاغثنا يا من يغيث المستغيثين. اللهم امنا بما انت اهله ولا تؤمنا بما نحن اهله. انت اهل التقوى واهل المغفره. اللهم وقفنا ببابك وانعنا مطايانا بجانبك فلا تردنا حائبين ولا من باب رحمتك مطرودين. اللهم ارحم هؤلاء برحمتك واغثهم ببابك. انت تغيث المستغيثين وتعمل الخائفين وتجير المستجيرين يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما امرتنا بدعائك ومنك الاجابه فدعوناك كما امرتنا فاستجبنا كما وعدتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعيذ به اهل طاعتك ويزيل به اهل معصيتك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا رعاة لمن اهتدى يا ارحم الراحمين. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الرحمن.